السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس محمد إبراهيم من قناتكم محمد حمود للتقنيات. النهاردة إن شاء الله هناخد برنامج إزاي تغير الماك أو برنامج تغيير الماك للموبايل. بنغير الماك في حالات معينة، إن حالات زي لعبة مثلا عايز تلعبها وتم حظر تم حظرك من الشركة أو من اللعبة نفسها، حظر موبايلك. طيب، أو برنامج معين عايز تشغله مش عارف تشغله عشان تم حظر الجهاز الخاص بيك. دي حاجة. الحاجة التانية، البرنامج ده 2 ميجا بايت فقط، مش محتاج روت، يعني مش محتاج برنامج تاني معاه أو أي حاجة عشان يخلي الموبايل يطلع بره الضمان. اسمه واي فاي ماك تشينجر، هسيب لكم رابط الموقع أسفل الفيديو، رابط البرنامج أسفل الفيديو. اول حاجه اعرفكم ازاي اصلا تجيب الماك الخاص بيك على الموبايل. هتدخل على تفتح ستاره وتضغط على الاعدادات او علامه الترس اللي فوق دي اقصى اليسار، بعد كده بتقول له خيار حول الهاتف، بعد كده بتقول له الحاله، هتلاقي حاجه اسمها واي فاي ماك ادرس، بس انا هعملها وارجع لكم. بعد ما تضغط الحاله هيجي لك عنوان واي فاي ماك، تمام، هتعرف الماك الخاص بيك. انا ميهمناش دلوقتي انك تعرف الماك، انت عايز تغير الماك عشان تستعيد حساباتك. هتقول له واي فاي ماك تشينجر، هتقول له فتح. اول ما يفتح لك هيفتح لك على طول ان شاء الله، ما فيش اي مشاكل بالنسبه لك. بعد كده هيقول لك نيو ماك، يعني الماك الجديد ايه. طبعا انت مش هتعمل ماك، هتقول له جينيريت راندوم ماك. يعني ايه؟ هتضغط هنا يعني اعمل لي ماك عشوائي. هضغط هنا جاب لي ماك عشوائي، هقول له ست اقول له هارد تشينج، يعني غير بقوة، يعني غيرها تغيير قوي، يعني تغيير من جذوره، تمام. طيب لو انا عايز ارجع الماك الاصلي اقول له ست ريال ماك باك، تمام، هضغط هارد تشينج وهيبدأ يغير لي الماك، بس انا مش عايز اغير، تمام. هو ده بكل بساطة البرنامج ازاي تغير الماك، وبرنامج بسيط. وانا يعني نزلت بتاع برنامجين او 3 برامج عشان الاقي لكم البرنامج ده، والبرنامج هسيب لكم رابط تحميل البرنامج اسفل الفيديو. الشركة او ليه الشركة بتحظر حسابك في الماك او بتحظر الماك الخاص بك للموبايل او البرنامج او اللعبة ايا كان؟ البرنامج او اللعبة بيحظر حسابك لانك انت فعلت شيت بوكس او شيت اب او برنامج غش او برنامج هاكر، انك انت تبقى اسرع في اللعبة، اقوى في اللعبة، ما تموتش، تعمل دامج او تعمل هيت شوت، طلقة رأس، حاجات زي دي، تمام. وبالنسبة او عملت حاجة تانية، عملت حاجة اسمها نسخ تطبيق. يعني ايه نسخ تطبيق؟ نسخ تطبيقات زي برامج كتير زي كلون اب، بارال سبيس، دول سبيس، برامج زي دي بتنسخ التطبيق بحيث انك تعمل حسابين على نفس اللعبة او على نفس البرنامج، وطبعا ده بعض الالعاب بتعتبرها غش، فعشان كده بتحظر لك او بتحظر الماك الخاص بيك او العنوان او عنوان الموبايل، الماك اللي هو عنوان الموبايل، فهي بتحظره. وعشان كده احنا بننزل البرنامج ده اللي هو ماك تشينجر عشان ايه؟ يفك الحظر على الماك الخاص على الموبايل الخاص بيك، وتبدأ تنزل اللعبة بكل سلاسة. فالماك ده حتى لو اتحظر، لو الشركة حظرته، مهما تعمل سوفت وير، مهما تعمل اي حاجة الموبايل، برضو هيبقى باين للشركة ان هو الماك الخاص بيك موجود، عنوانه معروف عند الشركة. فانت مهما تعمل سوفت وير، ايا كان، تعمل اعاده ضبط مصنع، برضو الماك موجود. فالماك ده ما بيتغيرش الا ببرامج تغيير الماك اللي هو زي البرنامج ده. ده يعتبر من افضل البرامج، منزله مليون مستخدم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناه وعمل اعجاب للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.